هي ما كاينش شي فرق بزاف غير هو في رمضان كيكون واحد الامسيه رمضانيه كيكون زوين بزاف يعني كتبقى كتلقى واحد الجمهور كيجي كيبغي يضحك يعني كيبغي فين يدوز مورا رمضان. اما هو راه لا ميم شوز راه بحال رمضان بحال رمضان الحمد لله المحتوى هو اللي خاصو يكون زوين. لا لا حاشا ما هاجمش العيالات لا 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 ما هاجمش العيالات بالعكس العيالات على راسنا وعينينا كون ما كانوش هما ما غاديش نكونوا حنا غير هو كنكونوا بعد المستملحات كنبغيو نضحكوا واحد شويه وصافي هما راه كون ما كانوش العيالات راه ما نكونش انا. كاينه ان شاء الله وحده غادي نطلق من مورا رمضان ان شاء الله وحده جديده بواحد الديسك قاوري ضارب ليفيو بزاف كنتمنى تعجب الناس و ابار لي بارودي دابا ان شاء الله كنوجد ديسك ديالي ماشي بارودي موسيقى ديالي اللي كنوجد دابا وكنتمنى ان شاء الله انها تعجب الناس. كنوجدوا لو ميتراج ديالنا دابا راه كتبناه سالينا من الكتبه دابا ان شاء الله ديجا بروغرامي باش نصوروه في شهر 9 كنتمنى ان الامور تمشي مزيان باش نقدروا نصوروه في شهر 9 وباش العام الجاي ان شاء الله يكون في القاعه السينمائيه. صراحة ما كنتفرجش بزاف في رمضان مع الدراري دابا كنفطروا مجموعين اونصومبل كنكونوا كنبريباريو لي سبيكتاكل مي كنشوف في شي لعيبات في يوتيوب كاينين اعمال عجبوني بزاف لا في الاولى لا في دوزام وكاينين اعمال اخرين اللي ما توفقوش بزاف مي هذا راه هو رمضان كيكون الضحك بزاف داكشي كيكون كومبريسي بزاف دونك حتى شي حاجه ما كتاخذ حقها. انا الفراجه بالنسبه لي مورا رمضان نتفرج على خاطري في كلشي.